اولا بخصوص المشاركه ديال المنتخب النسوي، تنظن انها مشاركه مشرفه وانهم لعبوا بواحد المستوى اللي طالع، والحمد لله شرفوا المغرب وشرفوا هذه البلاد هذه. وتنظن حتى لي زيكيب اللي لعبوا معاهم نيفو طالع بزاف وعندهم تجربه قدم منهم، يعني المستوى اللي بانوا به يعني راه كنشوف انه مستوى رائع، وكاينين لاعبات اللي في المستوى، والحمد لله راه عندنا لاعبات اللي محترفين في الخارج واللي عندهم مستوى كبير، ونتمنوا من الله ان شاء الله يكون نتائج احسن من هذا الشيء. وتنظن هذه المشاركه راه مشرفه جدا بالنسبه لهذا المنتخب. هذا المستقبل ديال الكره النسويه في المغرب صراحه كنشوف المستقبل ديال الكره النسويه في المغرب انه مستقبل غادي يكون ان شاء الله مزيان بزاف، لانه لا من الطاقم اللي مقابلهم لا من العناصر اللي تيلعبوا، لانه كلهم عندهم مستوى الحمد لله كبير، والحمد لله راه شرفونا. وكنظن غير المقابله الاولى خسروا فيها وانهم قدوا يتجاوزوها ويدوزوا للدور اللي موراه، غير هذه راه مساله اللي نفسانيا بعدا راه كتعطي واحد الحافز انه يكونوا احسن ان شاء الله القدام. تايات ونشوف الفتيات والسيدات والنساء كما بغات تكون لاجنت فيمينين عندها مستقبل في كل شيء، ماشي غير في كوزينه في تربيه الاطفال، عندها مستقبل دون تو لي دومين لو تو مي لا فام ال دون. Et je souhaite bon courage à toutes les femmes du monde et bonne continuation, et surtout aux femmes marocaines. Elles n'ont pas qu'une, un des mouchements de Corée, mais ça qui est le mal à faire, la cuisine, la trbiette de l'enfant. Non, il y a une classe où faut que tout le monde, la cuisine, la trbiette de l'enfant ou le travail d'elle, elle donne beaucoup la femme. Elle est sérieuse, elle est honnête et elle persévère. La femme marocaine, elle persévère. Là où là tu vous la mettez, elle donne beaucoup 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 la femme. Et je souhaite bon courage. Ah bah c'est bien, ah bah c'est un bon pas, c'est merveilleux, bah oui, c'est une très bonne initiative. Et courage, oh Allah bdaou. Oui, alhamdoulillah baynin, c'est des jeunes demoiselles ambitieuses et courageuses. Mais inchallah yattaou, mais elles vont donner beaucoup beaucoup beaucoup. Je leur souhaite très bon une très bonne continuation au oui de leur مستقبل هم وما يفكروش دابا في الزواج، يعني فكروا في الزواج حتى له مستقبل، يديروا مستقبلهم ويديروا يجيبهم يعمروه بالفلوس وداك الساعه يشوفوا الراجل. اتسكو لو كونسي لو بون كونسي كو جو دون ا توت لي في دو دو توت لي في ماروكان. مقابله زينه ما ساعدهمش الحظ، الدور ان شاء الله المقبل يكون داك الشيء بالتوفيق ان شاء الله. الاداء ديالهم مزيان، لعبوا كره واللي ما ساعدهمش الحظ ما ساعدهمش في هذيك الساعه. كتشوف ان المستقبل ديال الكره القدم العنصر النسوي تيلعبوا مزيان اخويا، حقاش عجبونا في اللعب ديالهم وهادي ومتبعينهم، فهمتي؟ انا جاي في طاكسي ومتبعهم واني ما شي رساله لهم تنهنئهم هاد البرمن هذا وتنشكرهم ولعبوا مزيان وان شاء الله يكون من هنا لقدامي. بوغ لا بروميييغ فوا ويوصلوا لا كوب دو موند زعما شرف لينا، واللعب كانوا شويه ستريسي، واش داك الشيء اللي كان قبل كانوا يكريتيكوا على الحجاب على سميتو، يمكن هذاك انا على امون افي يمكن تاثروا بهذيك داكشي اللي كانوا يبانوا لي زعما واخا انا ما عنديش مع الكره، ولكن ملي يكون المنتخب لاعب انا نتفرج و زعما نتمنى لهم المزيد. وماش المستقبل ديال الكره النسوي راه في التقدم، نتمنى لهم التقدم كي سميتو، ماشي راه المراه راه تقسم بين الكوزينه وبين الهوايه ديالها. وي وي زعما هذيك راه هوايه انها الله يعاونهم، والكوزينه هذيك عاوتاني حاجه اخرى، ماشي المراه ديما الكوزينه نو جو سوي كونتر. فخورين بهذا الانجاز اللي داروه المنتخب الوطني النسوي، وانا محبه لرياضه كره القدم، وكنتمنى لهم التالق والازدهار، واخا خسروا حنا هذاك الشيء فرحونا به اللي هذاك الانجاز اللي داروه، وكنتمناو لهم دائما يساندهم صاحب الجلاله هو الرياضي الاول، وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ومهم المدرب ديالهم الناس اللي المشجعين دائما خاصنا نكونوا يد وحده معاهم، ونتمنوا الفوز
وشكرا على الانجاز اللي باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي. تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.